قصف بالطيران المروحي على مدينة مورك بريف حماة الشمالي. قصف بالطيران المروحي على مدينة مورك بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 7/10/2014 الطيران المروحي يقصف مدينة مورك بالبراميل المتفجرة والدخان يتصاعد. وحاج زين محردي يقصف الأراضي الزراعية. الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة ولقرية لطمين. قصف بالطيران المروحي على مدينة مورك بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 7/10/2014